السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم معتز. اخباركم؟ فيديو جديد عن جي تي اي. طيب يا شباب، فيديو جديد عن النسخة القادمة من سلسلة جي تي اي. طبعا في الفيديو هنتكلم عن تسريب صور جديدة من داخل لعبة جي تي اي، وروك ستار طبعا بتاخد احتياطاتها. كمان مؤدي شخصية مايكل بيصرح عن لعبة جي تي اي وقال انها تستحق الانتظار، وقال كمان كلام مهم هنعرفوه مع بعض. كمان لعبة جي تي اي القادمة قد تحتوي على وكالة فضائية مثل ناسا. إشاعة لعبة جي تي اي القادمة في ايدي بعض الاعلاميين والمؤثرين، والانطباعات بعد الكشف. طيب يا جماعة، خلينا نبدأ الفيديو بأول إشاعة. طبعا جي تي اي المفروض ان هي حاليا في ايدي بعض الاعلاميين والمؤثرين طبعا، والانطباعات هتكون بعد الكشف. ايه معنى الكلام ده يا شباب؟ انه زي ما انتم شايفين انه حاليا لعبة جي تي اي 6 القادمة، شركة روكستار بالفعل ادت اللعبة لبعض الاعلاميين الكبار والمؤثرين على السوشيال ميديا عشان يجربوا اللعبة، وطبعا يدوا لهم الانطباعات هل اللعبة جيدة او فيها مشاكل والكلام ده كله. نفس الاختبار اللي حصل مع لعبة اي فوتبول لو فاكرين، لما كان في اختبار في ماليزيا واللاعبين قالوا انطباعاتهم. طبعا الخبر ده جاي من مصدر واحد وهو حساب شريس ماكس، اللي يعرف نفسه طبعا، اللي بيعرف نفسه انه اعلامي ومؤثر مبرمج واخيرا طبعا مسرب. بينما تشهد جميع تصريحاته، طبعا جميع تصريحات الشخص اللي قال المعلومة دي حاليا كلها بتنتشر بشكل سريع جدا على منصات التواصل الاجتماعي دون حتى التشكيك في مصداقيتها، يعني الناس واثقين في كلامه. طبعا الموضوع كله بدأ لما اتكلم، اول اشاعة طبعا كانت لي لما قال انه الكشف الاول عن لعبة جي تي اي هيكون يوم الخميس 26 اكتوبر، وقال طبعا انه اليوم ده هو اليوم المفضل لشركة روك ستار، انه هيكون يوم خميس. يعني طبعا زي ما بقولكم هو الشخص ده نفسه هو اللي قال ده، يعني هو الشخص اللي قال انه اللعبة حاليا بيتم اختبارها هو نفس الشخص طبعا اللي قال انه الاعلان عن جي تي اي هيكون يوم الخميس 26 سبتمبر. وطبعا زي ما انتم شايفين انه كل تسريباته بتنتشر بشكل سريع جدا على منصات التواصل الاجتماعي، والناس طبعا مش بتشكك في كلامه. وطبعا هو بيقول انه كل الاخبار اللي هو بيتناقلها، هو بيقول ان هو بيحصل على المعلومات دي من مصادر خاصة بيه هو، وطبعا واثق فيها. ودي كانت اول اشاعة في الفيديو. الاشاعة اللي بعديها وهي انه لعبة جي تي القادمة هتحتوي على وكالة فضائية مثل وكالة ناسا. طبعا وفقا لحساب جي تي 6 تريلر، هتحتوي اللعبة القادمة من روكستار على وكالة فضاء دولية شبيهة بوكالة ناسا، وهيطلق عليها طبعا اسم سيرا لانه اسم ناسا مش ملكهم. طبعا لو الكلام ده صح هيتمكن جميع اللاعبين من مشاهدة الصواريخ وهي تصعد من الارض للفضاء لاول مرة في السلسلة. انتوا عارفين يا شباب لو الكلام ده صح تبقى اضافة تاريخية في تاريخ الالعاب كلها اصلا. على العموم خلينا نكملوا الخبر. طبعا بالإضافة إلى احتمالية أن تسقط هذه الصواريخ وتعمل كارثة في مكان من أماكن اللعبة، طبعا وارد إنه في صاروخ طالع من وكالة فضائية ممكن يسقط على أي مكان في أماكن اللعبة طبعا، والمكان ده هيتدمر غالبا. طبعا الموضوع ده لو كان صح فممكن نشوفوا بعض الأسرار والغموض المتعلق بالفضائيين والتجارب السرية اللي حصلت على أرض الواقع ممكن تستكشفها في اللعبة أصلا، زي ما كان طبعا في أحداث غامضة كثيرة في لعبة جي تي إيه. نفس الموضوع هيبقى في لعبة جي تي إيه القادمة، ولكن يعني مع وكالة فضائية. طبعا هل في إمكانية إن الكلام ده ممكن يكون صح؟ أيوة طبعا، لأنه ميزانية تطوير اللعبة ضخمة جدا، وعدد المطورين الموجودين على اللي بيطوروا اللعبة برضه كتير جدا. تخيل 20 مطور بس بيطوروا المياه في لعبة جي تي اي، 20 لا يعني 20 بيطوروا حاجة واحدة بس، فالميزانية كبيرة، وحاجة زي دي مش حاجة صعب تكون موجودة، يعني نسبة كبيرة ممكن يكون الكلام ده صح برضه. الخبر اللي بعده مؤدي شخصية مايكل، الكلنا عارفينه طبعا مايكل، بيقول انه لعبة جي تي اي تستحق الانتظار. الشخص اللي ادى شخصية مايكل في لعبة جي تي اي 5 بيصرح على تويتر وبيقول انه لعبة جي تي اي القادمة تستحق الانتظار. طبعا مش عارفين ايه قصده من الكلام ده، هل هو شاف اللعبة وجربها من ضمن الاعلاميين الكبار يعني اللي جربوا اللعبة طبعا واللعبة عجبته وشاف فيها حاجات كثيرة حلوة
من خلالها يعني يقول الكلام ده، او هل هو بيقول الكلام ده صدفة كده بيقول انه لا ده لعبة جي تي اي، كلنا عارفين انه العاب جي تي اي بتكون قوية ويعني تستاهل الانتظار، مش هنخسروا حاجة لما ننتظره. فما تعرفش بالظبط هو يقصد ايه، هل يقصد ان هو جربها؟ هو طبعا ما قالش غير الكلمتين دول بس، جي تي اي تستحق الانتظار. فطبعا في سببين يخليه يقول الكلام ده، يا اما هو جرب اللعبه وشافها قويه وفعلا تستحق الانتظار، او ان هو بيقول الكلام ده بدماغه مثلا عشمان في شركه روك ستار وتاريخها الممتاز. يعني طيب، واخيرا تسريب صور جديده من داخل لعبه جي تي اي، وروك ستار بدات تشيل الصور اللي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي وهوريها لكم دلوقتي يا شباب. زي ما انتم شايفين يا شباب دي الصور، مش هقرب عشان اتجنب المخالفات من كل، يعني زي ما انت شايف اللي اكد ان الصور دي صحيحه، انه زي ما انتم شايفين في صور كتير اتمسحت اهو، زي ما انتم شايفين تمت ازالتها من قبل روك ستار، ما فيش غير صوره واحده او في فيديو ممسوح زي ما انتم شايفين. فحاولوا تبصوا، هقربلكم الشاشه شوي. هي يا شباب هي دي الصوره، طبعا كلنا عارفين ان الصور مش من داخل اللعبة النهائية، لكن فقط يعني اختبارات بسيطة، فدي مش لعبة جي تي يعني النهائية. وبس يا شباب، هو ده كان الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. شكرا على الدعم، شكرا على المشاهدة، وسلام.